أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة الدولية وموقع شبكة CNN الأمريكية، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن قادة القوى الأوروبية تتجه إلى روسيا في آخر جهودها لإحلال الاستقرار في ليبيا ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. وذكرت أنه في محاولة من قبلها لإرساء الاستقرار، دعمت الأمم المتحدة إنشاء الحكومة المقترحة في طرابلس، لكنها فشلت في نيل الدعم الشعبي أو الشرعية. وبشأن الخطط الأوروبية نحو روسيا، ذكرت CNN أن ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تحدثت هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول ليبيا، واتفق على الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة، ربما على هامش المؤتمر الأمني في ميونخ. إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة العرب اللندنية، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أنه بحسب مسؤولين أمنيين، فإن متشددي تنظيم داعش انتقلوا إلى وديان صحراوية وتلال جنوب شرقي طرابلس، مع سعيهم لاستغلال الانقسامات السياسية في ليبيا بعد هزيمتهم في معقلهم السابق في سرت. وأضاف المسؤولون أن المتشددين الذين يعتقد أن عددهم يصل إلى العديد من المئات ويوصفون بأنهم بقايا داعش في ليبيا، يحاولون إشاعة الفوضى من خلال قطع إمدادات الكهرباء والماء، ويحاولون تحديد المجتمعات المحلية التي قد تتجاوب مع أفكارهم. ونقلت الصحيفة عن إسماعيل شكري قائد المخابرات العسكرية في مصراته أن التهديد يتركز في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الشريط الساحلي بين مصراته وطرابلس، وهي منطقة تلتف حول محيط مدينة بني وليد وصولا إلى الصحراء الواقعة جنوب سرت.